ساعات بيجيني كلام ان طارق العوضي بيقوم بنفس الدور اللي بيقوم بيه المحامي سمير صبري الناحية التانية، يعني لو في محامي قاعد للنشطاء السياسيين فهو يبقى سمير صبري، ولو في محامي قاعد للمؤيدين يتصيد لهم الأخطاء يبقى هو طارق العوضي. ترد حضرتك على الكلام ده وتقول ايه؟ لا بالقطع، لا يعني مش ممكن اكون بلعب الدور دوت، يعني والوقائع بتقول دوت والواقع بيقول ده، والاهم من دوت انت بتلعب دور لحساب حد، يعني لحساب جهه ما، يعني هل انا بلعب ده لو انا بعمل دوت فبالحساب تنظيم حساب حزب، انا لست عضوا في اي تنظيم ولا في اي حزب ولا في اي حركه ولا في اي جماعه. الامر الثاني ان انا بحترم حتى المؤيدين، في يعني في اذا كان في حد مقتنع انه يؤيد هذا النظام وشايف ان كل القرارات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه وعلاقاتنا الخارجيه دي حاجات انجازات وحاجات كويسه، على فكره انا بحترم هذا الراي ومش ضده تماما، وعندي استعداد ان احنا نتحاور مع بعض على ارضيه وطنيه جميعا، لا اتهمهم ابدا بانهم مثلا الكلام اللي بيتقال مطبلاتيه او لا بالعكس، ويمكن ده واضح حتى في حواراتي وفي كلامي على الفيسبوك، لكن في حاجات انت مهم جدا انك انت فيها يبقى ليك موقف فيها. في فرق بين حد شغال بلاغات عمال على بطال بقصد ارهاب المعارضين وتخويفهم، او ان يكون اداه في يد السلطه، لان السلطه مش عايزه تبان ان هي اللي بتضطهد المعارضين، فيقول لك ده بلاغ مقدمه محامي والنيابه اللي بتحققه في الاخر وده قاضي، لكن احنا ما عندناش حد بيلعب بالدور ده، احنا ما عندناش بلاغات، احنا ما قدمناش بلاغات، انا شخصيا لا اقدم بلاغات في اي حد طلع اي تصريحات الا لو حد يكون شخصيه عامه او صحفي او اعلامي، تمام، عشان يعني قام باعتداء في مواجهتي انا، يعني انتهك حياتي الخاصه، شتمني في التلفزيون من غير ما يديني حق الرد على الكلام اللي بيقوله، او انه يستضيف ضيف يقعد يشتم فيا من غير ما ينبه عليه ان الكلام ده على مسؤوليته، ان البرنامج وانه دوره هو كمذيع يعني لا يتحمله مسؤوليه الكلام دوت، ربما يكون جايبه مخصوص عشان يعمل، لو ده حصل في حالات قبل كده، فكان لازم ان انهض للدفاع عن اسمي وعن سمعتي على الاقل قدام ولادي، بلاش حتى قدام الراي العام وقدام المجتمع، لا قدام ولادي، ان ولادي يعرفوا ان هذا الكلام اللي بيتقال في الاعلام كلام غير صحيح، فبتقدم ببلاغ لو حد عمل ده، لكن لو حد طلع قال رايه في الحركه الوطنيه المصريه في القوى المدنيه، تمام، وقال مستحيل اقدم ضد بلاغ، انا بعتبر ان هذا الرأي حتى لو هذا الراي فيه شطط، حتى لو هذا الراي فيه تجاوز ما بقدمش فيه بلاغات، اللي بتجاوز في حقي انا ويكون عامل ده بشكل ممنهج، يعني هو قاصد يعمل ده انا بروح طبعا بروح للنيابه واقول يا نيابه اتفضلي احنا في حد شتمني وقال الكلام ده، وانا بقول الكلام دوت مش صحيح اللي قالوا عليا، وعلي انه يثبت صحه الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي عملتها هي الطعن بتاع موسى مصطفى موسى فقط، دي الحاجه الوحيده اللي انا عمل، يعني دي ودي دعوه مش بلاغ كمان، يعني مش هيتحبس فيها موسى مصطفى موسى، دي على اقصى تقدير سيتم استبعاده، واللي بينظر ده محكمه اسمها المحكمه الاداريه العليا، ويعني معروف محكمه اداريه العليا دي بدت حكم تتران وصنافير وليها كم كبير من الاحكام قبل كده بتنتصر فيه للدستور وللقانون والحقوق والحريات العامه، فيعني صعب قوي ان انا ابقى يعني هزعل من نفسي جدا لو لقيت نفسي بلعب الدور ده.